مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في هذا البث المباشر من مدينة أكادير. بطبيعة الحال في قصة أخرى من القصص المؤثرة جدا لمهاجر بالديار الإيطالية والذي تعرض لاعتداء شنيع من طرف أسرة يقول بأنها ثرية بعدما تعرض لأبشع اعتداء كما تشاهدون. بطبيعة الحال ربما السيد اللي أمامنا فاليوم أصاب مجموعة من الكسور خاصة على مستوى الرجل ديالو، وقصته قصة مليئة بالأسرار والخبايا الخطيرة جدا بعدما تم الاستغلال ديال الضعف ديالو بطبيعة الحال كما كتشاهدوا بطبيعة الحال من خلال يعني الكدمات المتواجدة على مستوى رأسه وأيضا على مستوى الرجل ديالو. غادي نخليه أنه يحكي لنا القصة ديالو، يحكي لنا أيضا المعاناة اللي كيعاني وأيضا ما هي مطالبه وأيضا ما هي رسالته لكل المسؤولين. سير تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خوانا كنا صلينا في واحد المسجد ديال اسم ديالو لا أعرف الاسم ديالو، هنا في مدينة درارقة أي أكادير، إمام مالك. إمام مالك. ثم خرجت خارج المسجد فتكلمت مع بعض الناس، ثم انصرفنا وجاء في ذهني أن أقرأ بعد القرآن، أن أقرأ القرآن مع بعض الناس يحفظون القرآن. ثم ترددت أن أقرأ أو لا أقرأ، فاتخذت قرارا ألا أدخل إلى أولئك القراء، لأن نعم فاتخذت قرارا ثم انصرفت لم أدخل لحفظ القرآن. أي خديت قرار، ما كنت كنتردد واش نمشي نقرأ القرآن ولا نمشي ندور شي دورة. درت شي دورة، ما دخلتش، درت شي دورة تماك وراء المسجد. ثم دخلت امرأة إلى بيتها ف تكلم غير اللغة العربية. كنتكلم. فدقيت عليها باش نشرب الماء، ما حلوش. صافي زيد نصارت القدام، بالي واحد العساس تماك كتبغي نسولو، صافي ما سولتوش. ثم رجعت من نفس الطريق، فجاء حارس ليلي فسألته هل عندك عمل؟ أريد العمل. هضر باللغة المغربية. قلت له واش عندك شي خدمة بغيت نخدم؟ قال لي عندي، قال لي ما كايناش خدمة. صافي وبقيت معاه واحد شويه بحال هكا وانا نصارف، واحد الدقيقة بحال هكا وانا نصارف. رجعت للمسجد، رجعت للمسجد حتى جاو شي ربعة الناس تهجموا عليا، قال لي جيتي تسرق؟ هادي اتهموني بالسرقة وانا ما جيت على نية السرقة الحمد لله. صافي نيتي انا خرجت من المسجد ورجعت للمسجد الحمد لله. صافي بقاو كيضربوا لي بما هنا في راسي. ضربوني بواحد مطرقة، ضربوني مطرقة هنايا وفي رجلي، تكسرت لي رجل. ومن بعد جاو الجندار ومشينا، وجات لامبولانس وداوني للكلينيك حتى تعالجت تماك. هما اللي داوني الكلينيك، صافي هادشي اللي كاين، ما كاين لا تعدي لا سرقه، ما خولنا لهم والو. ما هما اللي تعارفين كون كنت سارق شي حاجه كون قلبوني ولقاو شي حاجه. جاو هاد الناس تعدوا عليك تعدوا عليا، بقاو كيضربوني هنايا وضربوني في ركبتي هنا، تسقطت على الارض مخشي، جاتني الدوخه. جاتني تنموت، كنت غنموت. وفاش يعني فاش داوك الكلينيك شنو وقع من بعد؟ صافي بقيت في الكلينيك، تعالجت تماك في الكلينيك الحمد لله، جزاهم الله خيرا، قدموا لنا العناية الكاملة. ومن بعد خرج الدم، حيدوا لي شي الدم، الدم كان تيخرج الدم، حيدوا لي. ولكن واش ما نصفوكش هاد الناس يعني ما تنصفتيش؟ لا بقاو كيلوموني، كيقول لي انت تعديتي، انت جيتي هنا درتي هنا، ما درتي والو، حتى شي حاجه ما درنا لهم الحمد لله، ما كاين حتى تعدي والو. ما من بعد فاش تعالجتي هضرنا مع الحساس، هذه الكلمه هو اللي هضرت مع الحساس، قلت له واش خاصك حاجه. يعني فاش تعالجتي ربما جاو لاحوك والعمل كنا كنقلبوا عليه قبل ما نمشي عندهم، هما الاخرين كاع. دابا جيت عندهم هما الاخرين، نقلبوا نديروا شي حارس ليلي ولا شي خدمة، ما لقينا خدمة الحمد لله. صافي جاو تهجموا عليا، بقى كيضربوني ضربوني، حتى جاتني الدوخة، ضربني مطرقة هنايا، باقي الآن كيضرني الألم ديالي، وهنا في الركبة بقى كيضرب فيا في الركبة، تسقط على الأرض.
كان غوت جو الناس، الله يجزيهم بخير، فارقونا بارك الله فيهم. صافي ودوني لوسبيدال، تماك داروا لي العناية الكاملة جزاهم الله خير بارك الله فيهم. علاش يعني من بعد فاش تعالجتي في الكلينيك شنو طرا من بعد؟ صافي تعالجنا في الكلينيك، جابوني في الامبولانس، قالوا لي راه غتخرج واحد يومين، وانا نيتني باغي نرجع للدار، كان قراحتي في الدار. صافي جابوني هنا في الدار فين ساكن. الناس يعني ما تعاقبوا ما والو على هذا الاعتداء اللي تعداو عليك؟ باقي ما تعاقبوا ما والو، جاو قالوا لي واش تنازل ولا ما تنازل، لا تنازلتي راه نخلصوا حنا كل شيء، ما تنازلتيش تبقى تابع انت تخلص هذا الشيء. صافي وانا قبلت التنازل، قلت لهم صافي التنازل نتنازلوا ما نخلصوش هادشي. ولكن في التنازل الاخ عبد الحق علاش في التنازل؟ لا هما اللي قالوا لك تنازل، هو سميتو تخلعتي ودهشرتي اللي كنتي في لابيلونس حيت شحال انت تخلعنا وي لا لا هذاك الامبولانس كان زربان، عطلنا عليه الخدمه ديالو حيت خاصو يجيب المريض وحطو، ماشي يبقى شادو عنده تماك، راه بن المريض خاصو يمشي يلقى راحتو. لا لا ما حطوني الشاري، جابوني هنا حطوني هنا انا في هذا المكان نيت. ها الاخوه الله يجزيهم بخير معاونين معنا فيه، الله يجزيهم بخير. انت ما عندكش فين تسكن؟ ما عندك فين؟ لا لا تسكن هي اللي عندي، ما عندي فين تسكن. لا عندي فين تسكن. قضيت يعني هذه المده كامله في الديار الايطالي، واش يعني ربما الوضع ديالك تغير بزاف؟ و من حالة كنا خدامين الحمد لله في الديار الإيطالية، الحمد لله كنا خدامين. وصاوي بوا كان ديك الساعة عندنا فلوس، دابا شوية القضية ناعسة شوية، ديك الخدمة شوية قليلة، أما العيشة الحمد لله باقا هي هي ماشي. شنو كطالب دابا سي عبد الحق؟ واش كنطالب؟ الحق ديالك. واي يعطيونا تساعد الناس ولا ما يتعداوش عنينا وما يسيئوش بينا الظن وما يتهموناش وما يكذبوش على الناس، يقولوا انا كذا وكذا وكذا. انا مظلوم، انا كنشوف راسي مظلوم. هي ربما ما تنصفتيش. ما تنصفتيش ربما ولا غلطتي، سمحوا لي الا مشيت انا دقيت ولا هادي باش نشرب ويكثروا من الاستغفار، فهمتي؟ يكثروا من الاستغفار. شكرا، ابقى شاد. انتم اخواني الكرام متابعي قناه شوف تي في بطبيعه الحال، فمعنا يعني احد ايضا الاخوان اللي بطبيعه الحال غادي المهم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المهم غادي نعاود لكم القصة ديال هاد الأخ هذا بعد ما حكى عليكم، وراه عارفين دابا السيد يلاه هذا نهار باش تضرب، وراه ما عارف ما يقول أصلا، راه ضربوه في الراس ديالو والسيد باقي مخلوع، فهمتي؟ المهم أنا غنلخص لكم القصة، أن السيد هذا كان في الديار الإيطالية، كان في الديار الإيطالية لمدة تزيد عن 30 سنة. المهم جا لهنا عاش ظروف سميتو، تخلاو عليه الوليدات ديالو والاهل ديالو، مشى المهم بقى كيعيش واحد الحاله انسانيه اللي هي صعيبه. من بعد هذا الاخ المهم بداو الاخوه كيعتنيو به وكاري لواحد خطره كراج خطره، المهم على حد الاستطاعه ديالهم. المهم نجيو للقصه مباشره، الاخ يعني هذه قبل هذه ربع ايام، ماشي بعيد ربع ايام، كان الاخ مشى كيقلب بعدا خدم واحد اليومين في كيحرس الطونوبيلات بالليل، دا واحد الجيله راه عنده دابا حاليا راه هو ليه خدم ديك اليومين، قال كيفكر هذه مزيانه يعني باش يعير راسو سميتو، قال راه بدات كدور ليه ديك الفكره ديال انه يخدم حارس. المهم مشى طلع للدرارقه يد به فكر، مشى قال كنت عطشان، مشيت ندق نقول لهم شريبه، وقال لهم سولهم لا خاصهم شي خدام، وكان كيسول شحال من واحد وما وقعليش هذا المشكل، قال لك اللي بلدو ضربوه. المهم دق الباب بعد الناس طلعوا، قال لي كيشوف شي واحد ديال في الشراجم، صافي قال امشي بحالي، مشى ما خرج لي حتى واحد اصلا، مشى قال على الاساس قال لي واش خاصك شي خدمه،
قال لي واش خاصك شي خدمه؟ قال له لا راه عندي شي 4 الساسه. المهم على حسب الاقوال ديالو، واخا ما قال لكم هذه الهضره، المهم شي قالوا شي ما قالوش هنا، ف شي قالوا شي ما قالوش على حساب الكلام ديالو. المهم مشى يصلي الاخ، صافي سالات الهضره يعني ما فراس والو، مشى صلى خرج، اذ به كيتلقاو له هاد الناس اللي هما الاخ ديال ديك اخ ديال، المهم اخ ديال دوك الناس اللي في هذيك الدار. تلقاو ليه بواحد المطرقه، بدا كيضربوا الراس. دابا راه الاخ ما قادرش يهضر، راك عارفين وكي اصلا راسو كيضرو، وضربوا بالمطرقه وضربوا في رجليه، هرسوا تلقى واحد الكسور في القدم ديالو. المهم ما عليناش، اييه المهم داروا ليه ضرب خطير، يعني السيد تعداو عليه بمعنى الكلمه وما دار شي حاجه، وكانوا كيقولوا للناس ها بغا يشفرنا، اللي كانوا يجاو الناس حدا الجامع، في الجامع ماشي في الساحه ديال الجامع، هذا الشيء في الساحه ديال الجامع، يعني تعداو عليه مزيان وكيقولوا لا بغا يسرقنا بغا يدير. المهم بغا يسرقهم ولا ما بغا يسرقهم، داك الشيء المخزن اللي كيتابع داك الشيء وكيعرف الا كان بغا يسرقهم ولا كان شي حاجه عندهم شي سميتو تقدموا، ماشي يديروا ليه ديك الحاله. المهم ما عليناش، عيطوا لواحد السيد هضروا مع الاخ، قالوا له راه السيد في لابيلاس، بداو كيقلبوا عليه الاخوه ما لقاوش، ما بغاوش يقولوا لنا الكلينيك فين كاين، ما بغا يقولوا لنا، ما يعطيونا حتى معلومات. قال لك ضرباتو السياره شويه كيخرجوا يهضروا، كيدخلوا ويخرجوا في الهضره. جابوه بلابيلاس نهار الاخر، هذه قبل البارح، والبارح جابوه بلابيلاس بغا يحطوه هكاك. السيد جابوه قالوا لنا دخلوه يحطوه، قلنا حنا علاش تحطوه؟ كي غادي نشوف هذا السيد ما كانش هكا، قولوا لنا شنو طاري كذا. المهم ما بغاش، قال لك انا نحطو لكم هنايا ماشي شغلنا، هادي مولا بيلانس. قلنا له لا شوفوا شي حل، قلنا يمشيو للجندار. ومشاو للجندار، اصلا الاخوه مشاو للجندار قالوا لنا ما عندناش هاد الحاله وكذا، وهما اللي داو اصلا في النهار الاول. قال لك حنا ما عارفينش كذا، اللي جبنا السيد بلا بيلانس قال لنا لا ما عارفينش. شويه قال لك لا واحد قال لك لا راه كاين هاد السيد كذا. شويه الناس كانوا تما، دوك الناس اللي تعداو عليه كانوا تما في عند الدرك الملكي بواحد الكات كات تما، باينه عليهم اثرياء. مهم حنايا تلاقينا واحد الكلام من الدرك الملكي، شكون انت اش كيجيك واش شغلك واش هادي، ما محلك من الاعراب. هذه الكلمه خصوصا بدات كيقولوها بزاف، ما محلك من الاعراب. مهم عرفنا راسنا ما كاين شيء، هو كيقول لك راه واحد كبدا كيقول لي يعني تما في الدرك الملكي راه كاين باقي الخير، في الناس زعما باش. قلنا حنا راه مابقاش في دانونا ولا الحليب نجيبوه ليه ولا شي حاجه، حنا راه الحمد لله قايمين قبل من هذا الشيء، وباش داك الشيء قدر الاستطاعه. المهم قالوا لنا ديو دابا كدا هادي، قلنا له حنا ما نقدروش نتحملوا مسؤوليه، السيد ما عرفناش شنو واقع ليه. المهم قلنا الاخوه يلاه نمشيو نخليوه، مشينا اذ بهم اخ كان في لابيلانس شي ساعتين ولا 3 سوايع، هو في لابيلانس جالس تما يعني بوحدو، والله بيلانس كيغوت حطوا عليا هذا الشيء، انا خصني نمشي عادي، واش تخلصوني نتوما واش كذا. المهم بعد ما تم داك الامر حنا مشينا بقينا حاضرين من بعيد، جابوا الجندار بعدا دخلوا لابيلانس على حسب القول ديالو. قالوا له غادي دير التنازل ولا غادي نتابعوك وغادي تخلص 3 مليون ولا ما شحال اللي خلص عند ديال الكلينيك. المهم قال لك كان داك السيد كيغوت تمايا، المهم السيد دهشر، قال لك هذوك يقدروا يقتلوني يقدروا يديروا اي حاجه. المهم السيد راه باقي مخلوع، السيد راه مهرس شحال من تهريسه وسميتو. المهم جابوه لهنايا، جابوه للكراج، راه كراج انتم كتشوفوا غير كراج كريم، هو ما عندوش دابا فين يسكن، ما عندوش، هو هذه مده والناس كاري ليها الكراج، كيتعاونوا الاخوه بيناتهم كيتعاونوا كيخلصوا لي هذا الكراج هذا مداير فيه. المهم كان في واحد البلاصه اخرى وجا لهادي مده شهرين. شنو كطلبوا دابا نتوما؟ المهم باش نجيك، جابوه لهنايا حطوه، ما عنده اوراق، ما عنده فين الكلينيك اللي سميتو، ما عنده الوراق ديال الدواء، ما عرفناش حتى سميتو اش من الكلينيك كان باش نسولو ولا الاخر، ما بغاوش يعطيونا اي معلومات، وما عرفناش حتى هذاك الراديو ولا سميتو شنو واقع ليه تما، ما كاين حتى حاجه من هذا الشيء. هذا الاول. مهم صافي خلاو هنايا، حنايا صافي عرفنا القضيه ما بقاش فيها يعني حل مع هذوك الناس، يعني ما عرفناش شنو كاين. صافي انتم كتشوفوا الاخ حالته كي دايره، حنا الاخ ياخذ حقه، يعني بعد ما شفنا انه الطريقه اللي مشاو اللي مشينا فيها في الاول راه ما كاين والو، يعني راه ما كاينش، راه
المهم راه اي واحد غادي يفهم، راه ما كاينش شي حاجه اللي غنقدروا عليها حنايا، صافي التاج الى هذا الموضوع باش ياخذ الاخ حقه، ولا كان داير شي حاجه هو يتعاقب، كانوا دايرين الاخرين يتعاقبوا، الاخ ما داير والو الحمد لله، واللي كان ياخذ الجزاء ديالو. وانتم كتشوفوا الحاله ديال الاخ، الرقم ديالكم يعني اللي بغى يتواصل معاه اللي بغى يساعده. واخا يعطي لك قول داك الرقم 06 06 06 17 32 41 68. المهم حنا ماشي، لا حنا دابا حقيقة الرسالة ديالنا ماشي هو الفلوس ولا على شي حاجة، ماشي حقيقة ما حنا ما عندناش، حنا الحمد لله غادي نجمعوا درهم درهم، وباش ما خاص غادي نتكفلوا، حنا بغينا الحق ديال هاد الشخص اللي تعداو عليه، حيت يقدروا يتعداو على واحد اخرين، ولا كان بنادم لاباس عليه، ماشي زعما انه يمشي لواحد السيد ويتعدى عليه، هذا هو سميتو. السيد هو كتشوفوا فيه، واش السيد دايرين له هاد الحالة وجايبين لها حيل، شكون غيبد لي هاد الفصمة؟ شكون ما عندنا توراق، شكون غيبد لي هاد الفصمة؟ شكون غيدير لي هاد المسائل ديالو؟ الطواليت ما يقدرش يهز السيد مهرس من رجليه، يعني كاينة حاجات كثيرة، الله المستعان وصافي وجزاكم الله خيرا. انتم بطبيعة الحال صراحة يعني قصة مؤلمة ديال هذا السيد، بطبيعة الحال اللي تعرض لأبشع اعتداء من طرف أسرة ثرية بمنطقة الدرارقة نواحي مدينة أكادير. كما شفتوا معنا بعد ما تعرض لهذا الاعتداء تم رميه يعني بهذا الكراج، بطبيعة الحال بعد ما تم التخلص منه كما كتشوفوا معنا، وتم التملص من المسؤولية والمساءلة القانونية. كنتمنى أن القانون يأخذ المجرى ديالو ويتم إنصاف يعني هذا الشخص اللي هو مهاجر بالديار الإيطالية لأزيد من 30 سنة، بعدما قضى كل حياته بالديار الإيطالية ليعود إلى أرض الوطن، ويجد نفسه اليوم مرميا فوق هذا السرير يعاني الأمرين، مرارة الفقر وأيضا مرارة الألم بعد هذا الاعتداء الشنيع الذي تعرض له. إلى هنا إخواني الكرام نأتي على نهاية هذا البث المباشر، على أمل لقيكم في بث آخر وموضوع آخر، إلى الملتقى.